أعزائي الطلاب، لنبدأ بموضوع الموازنة، موازنة التأكسد والابتزاز في وسط حمضي. درس ممتع جدا، سوف نتعلم خطوات عملية الموازنة في وسط حمضي، وهي خطوات مشابهة جدا لعملية الموازنة في باستخدام أنصاف التفاعل. فيجب في البداية تحديد أعداد التأكسد، 2 كتابة أنصاف التفاعل، 3 مساواة عدد الذرات، 4 مساواة عدد التأكسد من خلال مساواة عدد الإلكترونات، ثم مساواة عدد الإلكترونات وحذفها مع بعض البعض لينتج لدينا معادلة موزونة. لنرى خطوات عملية الموازنة. في هذا المثال C2O7 أو CR2O7 نقص 2، عدد التأكسد الكلي نقص 2، سوف يتفاعل مع C2H6O. كان الناتج CR+3 بالإضافة إلى C2H4. الخطوة رقم 1 كتابة أنصاف التفاعل. سوف يتم كتابة CR2O7 نقص 2 مع CR+3. سوف نبدأ في موازنة عدد الذرات، مساواة موازنة عدد الشحنات، ثم ننتقل إلى الطرف الآخر. فنلاحظ هنا في البداية كتابة نصف التفاعل الأول CR2O7 نقص 2 مع CR+3، عدد ذرات CR، عدد ذرات CR 2، أما في المواد الناتجة عدد ذرات CR 1، لذلك سوف نقوم بموازنتها من خلال ضربها ب2. ثم يوجد 7 ذرات أكسجين في الطرف الأول، لا يوجد أكسجين في الطرف الثاني، ولكن لا يمكن إضافة أكسجين، لذلك بدل كل ذرة أكسجين سوف نضيف على الطرف الآخر جزيمة H2O، لذلك كان الناتج لدينا 7H2O، إضافة 7 جزيئات H2O على الطرف الآخر حتى تتساوى أعداد الأكسجين قبل السهم وبعد السهم. ثم لموازنة عدد الهيدروجين، وذلك من خلال إضافة ضعف عدد جزيئات الماء إلى الطرف الأول، ف7H2O إذن يحتوي على 14 جزيء هيدروجين، لذلك سوف يتم إضافة على الطرف الأول 14H+ من الهيدروجين. نلاحظ أعزائي الطلاب في البداية تم كتابة أنصاف التفاعل CR2O7 نقص 2 إلى CR+2، تم مساواة عدد الذرات CR2 وذلك من خلال ضربها في 2. الأكسجين يوجد 7 جزيئات أكسجين، لا يوجد أكسجين، لا يمكن إضافة الأكسجين، إنما يمكن إضافة 7 جزيئات ماء. الماء يحتوي على أكسجين وهيدروجين، ف7 مولات من الأكسجين لكن يوجد 14 مول من الهيدروجين، لذلك سوف يتم إضافة 14 جزيء هيدروجين 14H+ على الطرف الأول، وذلك يؤدي إلى مساواة أعداد الذرات في طرف التفاعل. الآن نقوم بعملية حساب أعداد التأكسد. نلاحظ أن CR2O7 تأكسد الكلي نقص 2، والأكسجين تأكسد سالب 2، الأكسجين تأكسد سالب 2، ويوجد 7 ذرات، لذلك هو سالب 14. عند عملية نقل الذرات ينتج لدينا 12 عدد التأكسد الكلي. إذا تم حساب أو موازنة نصف التفاعل الأول وهو الابتزال، بعد إيجاد أعداد التأكسد، تحديد أنصاف التفاعل، مساواة عدد الذرات بين طرفي المعادلة، مساواة عدد الذرات، مساواة عدد الشحنات، ثم الوصول إلى نصف التفاعل الاختزال كما يلي. نلاحظ أعزائي الطلاب CR2O7 نقص 2 هو حدث له عملية اختزال، لذلك هو عامل مؤكسد. الآن نبدأ بالطرف الآخر من المعادلة وهو C2H6O مع C2H4O. عدد الأكسجين هذا في البداية عدد ذرات الكربون 2 2، عدد ذرات الأكسجين 1 1، لذلك لن نقوم بإضافة ماء. أما عدد ذرات الهيدروجين فهي 6 ذرات قبل السهم، أما 4 ذرات بعد السهم، لذلك يجب مساواة عدد ذرات الهيدروجين، وذلك من خلال إضافة 2H+.
بعد ذلك سوف نقوم بحساب عدد الإلكترونات من خلال استخدام الشحنة الكلية. فC2H6O عدد الأكسيد الكلي صفر. إذا الطرف في البداية عدد الأكسيد صفر، الطرف الآخر C2H4O تأكسيد صفر، الهيدروجين موجب واحد اثنين موجب اثنين. إذا الطرف الأيمن عدد الأكسيد الكلي موجب اثنين والأيسر صفر، الفرق بينهما اثنين إلكترون يتم إضافتها إلى بعد السهم عند جزيئات الهيدروجين. لذلك هو نصف تفاعل تأكسد موزون وهو عامل مختزل. الآن سنقوم بجمع طرفي المعادلة، نصف تفاعل الاختزال ونصف تفاعل التأكسد. لكن أعزائي الطلاب نلاحظ أن عدد التأكسد هنا، عدد الإلكترونات في نصف تفاعل الاختزال 6، بينما عدد التأكسد في نصف تفاعل التأكسد 2، يجب مساواتها، وذلك من خلال ضرب المعادلة الثانية كاملة في 3. يكون الناتج لدينا كما يلي: الطرف الأول لن يحدث عليه تغيير، Cr2O7 ناقص 2 14 H بلس 6 إلكترونات، عفوا 2 Cr بلس 3 7 H2O. أما الطرف الآخر بعد مساواة عدد الإلكترونات وذلك من خلال ضربه كاملا في 3، سوف ينتج لدينا 3 C2H6O على الطرف الأيمن 3C2H4O بالإضافة إلى 6H بلس بالإضافة إلى 6 ذرات أو 6 إلكترونات. الآن سنقوم بعملية الحذف، 6 إلكترونات مع 6 إلكترونات في نصف التفاعل تأكسد والاختزال. الهيدروجين يوجد لدينا 6H بلس في الطرف في نصف تفاعل التأكسد، بينما يوجد لدينا 14H بلس، لذلك سوف نقوم بحذف 6H بلس والناتج هو 8H بلس. الماء لا يوجد في الطرف في نصف تفاعل التأكسد ماء، لذلك سوف نقوم بكتابة المعادلة في شكلها النهائي. المواد المتفاعلة تجمع مع بعض البعض Cr2O7، الهيدروجين بعد أن تم حذف 6H بلس الناتج 8H بلس 3C2H6O، وتم حذف الإلكترونات المواد الناتجة 2Cr بلس 3 7H2O 3C2H4O بعد أن تم حذف الهيدروجين وعدد الإلكترونات. هذه المعادلة هي معادلة موزونة في وسط حمضي،